الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام سيكون في الدقائق القادمة عن متى تنفخ الروح في الجنين، متى تنفخ الروح في الجنين. حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. المؤسف أن الفقهاء أخذوا بحديث البخاري ولم يجمعوا بينه وبين حديث مسلم، بل تجاهلوا حديث مسلم تماما، وأفتوا أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوما، مع أن حديث مسلم أكثر تفصيلا من حديث البخاري. ويفهم من حديث مسلم أن الروح تنفخ في الجنين بعد 40 يوما، وعبارة في ذلك التي جاءت في حديث مسلم تعني في نفس المدة، أي أن النطفة والعلقة والمضغة تتشكل جميعها في 40 يوما. وقد جاء العلم الحديث ليؤكد أن الجنين يكتمل في 6 أسابيع، ويمكن سماع دقات قلبه في نهاية الأسبوع السادس. وأقول وللأسف، فكم أزهقت من أرواح لأجنة بدعوى أن الروح لم تنفخ فيها بعد، اعتمادا على حديث البخاري الآن في الذكر. وكان الأولى والأحوط والأتقى أن نأخذ بحديث مسلم، أي أن الروح تنفخ في الجنين بعد 40 يوما. هذا، والله تعالى أعلم وأجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.